أصدر البنك المركزي تعليمات للبنوك بتسهيل فتح حسابات للعملاء الأجانب غير المقيمين بمصر، وبما لا يخل بالضوابط والقواعد المنظمة لفتح الحسابات. وذكر البنك في خطاب موجه للبنوك أن القرار يأتي لتحفيز البنوك على فتح حسابات للعملاء الأجانب وتلاشي الصعوبات التي يواجهونها للحصول على خدمات مصرفية أساسية في مصر. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلاً جديداً سلط من خلاله الضوء على العمل الحر. أوضح التحليل أن اقتصاد العمل الحر يركز على مشاركة القوى العاملة وتوليد الدخل من قبل العمالة المستقلة المعروفين باسم العاملين لحسابهم الخاص، وهو نموذج من نماذج اقتصاد المشاركة. وسلط مركز المعلومات الضوء على التقرير الصادر عن البنك الدولي والذي يشير إلى أن الطلب على العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت ينمو بسرعة، إذ يشكل ما يقرب من 12% من حجم السوق العالمية. أكد وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق أهمية التأكيد على تفعيل دور اللجنة العامة للمساعدات الإجنبية وتعظيم العوائد الاقتصادية، مع أهمية طرح الأفكار والمقترحات الجديدة لتطوير العمل وتعظيم دور اللجنة خلال الفترة القادمة. جاء ذلك خلال ترأس وزير التموين اجتماع مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث شاهد عرضا تقديميا عن أنشطة اللجنة ودورها في وضع وتنفيذ خطط استلام وتخزين ونقل وتوزيع المساعدات والإشراف والرقابة عليها. بحث محافظ القاهرة إبراهيم صابر مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة بحث الفرص الاستثمارية المتاحة بمحافظة القاهرة، كما تم بحث إمكانية استغلال المساحات المتوفرة بالمحافظة في جذب المزيد من الاستثمارات، وكذلك إمكانية الترويج لها على الخريطة الاستثمارية الخاصة بالهيئة وخلق شراكة للترويج للفرص الاستثمارية بين الهيئة والمحافظة. كذلك بحث المحافظ ورئيس الهيئة سبل حل مختلف المشكلات التي تواجه المستثمرين وتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات بالمحافظة. إلى سوق المال، حيث سجلت مؤشرات البورصات ارتفاعا جماعيا لدى إغلاق تعاملات اليوم مستهلة تعاملات الأسبوع مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والمستثمرين الأفراد المصريين. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 58 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 2.32 من الألف تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 9875 مليار جنيه، بينما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 3.8 مليار جنيه. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 2.72% ليسجل 29532 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 2.33% ليسجل 6653 نقطة. وأيضا ارتفع المؤشر الأوسع نطاقا EGX الأوسع نطاقا بنسبة زاد بنحو 2.53% لينهي التعاملات عند مستوى 9972 نقطة. أغلقت أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع مدعومة ببيانات اقتصادية إيجابية الأسبوع الماضي وتصريح بعض صناع السياسات في المجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بأنهم قد يخفضون أسعار الفائدة في سبتمبر. وارتفع المؤشر السعودي 6.1%، وفي قطر ارتفع المؤشر الرئيسي 2.1%، كما ارتفع مؤشر السوق في الكويت بنسبة 66%، وارتفع مؤشر سوق البحرين بنسبة 1.12%. قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إن قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة ارتفع بنسبة 61% خلال الفترة من 2017 و2023 ليصل إلى حوالي 215 مليار دولار. وأضاف وزير الاستثمار السعودي أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفعت بنسبة 158% خلال عام 2023 مقارنة بعام 2017 لتصل إلى 19.3 مليار دولار.